مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المؤثر حكيم عنابة وبعد احتراق بعض الأطراف من شعره قصف منتقديه في مقطع عفوي، معتبر أن حسدهم والعين هي سبب هذه الحادثة. يا درك شفتها اليوم ابن عمي زي القصة بعد بلي حكيم عنابة شعرها انحرق وكي يستشفاو كي اللي حسبوا هذا شو شايري طارت غي هذه اللي قابضها روحها يا درا غي هذه الجديدة والشابة وندرها غي هاك غي هاك باش تسكب روحها غي هاك خفيفة فرفوري حبابي هذه غير العين ردوا بالكم اللي خرعوا لي ذوك الناس اللي عندهم بديارهم وبلواطاتهم وطنوبيلاتهم وقع بصوالحهم سبحان الله يا ربي العين ويلو صح ما نجيبوش نعرفهم تعشقاش صاري ما وراء الكواليس انا اللي برك فمي متشرك نقول لكم كل شيء كنت قادر ما نقول لكم شعري انحرق وما نخليش العديان يستشفوا فيا بصح نخليهم يستشفوا فيا بس كان من بعد ضربتهم بالوعره يا درا خرجت لهم خرجه شابه وراني قريب نخرج خرجه شابه على هاك. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.